عايزه اقول لكم على حاجه. كالوشا نجم ام بي اللي كان هيشرفنا كمان شويه على هنا في الكلاسيكو، هو الحقيقه تعذر وصوله، علشان كده هو معانا على التليفون الحقيقه. وازيك يا كالوشا؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ ما جيتش ليه يا كالوشا؟ والله حاجه غصب عننا بقى. حاجه غصب عنك، ربنا معاك يا رب في كل الاحوال. يعني ربنا يخليكي. الموسم مع ام بي عامل ازاي؟ الحمد لله. والله هو الموسم كان، ابتدينا الموسم ما كانش احسن حاجه ولا احسن صوره طبعا، خساره في تعادل في خساره، بعد كده ربنا كرمنا بثلاثه مكسب ورا بعض، فالحمد لله البدايه دلوقتي بقت احسن واقوى الحمد لله. التألق دوت ما خلاش ليه المنتخب يضمك ليه او يفكر فيك على الاقل؟ لا والله هو كان في تفكير، بس هي الفكره كلها ان الراجل قراراته كلها طبعا اللاعب يحترمها طبعا، هو بيتفرج وبيشوف كل الناس، وفي الاول وفي الاخر يعني ده نصيبه يبقى رزق خير طبعا. انت بدأت كالوشا مع النصر صح؟ الدرجة التانية. تمام. احكي لي بقى عن الرحلة ديت لحد ما وصلت انبي النهاردة في الدوري الممتاز. والله انا بدايتي اصلا كانت في نادي النصر في تاني سنة اللي هي 2017، كانت تاني سنة ليهم في الدوري الممتاز. لعبت معاهم وفضلت 5 سنين في النصر. بعد كده انتقلت من النصر لانبي السنة اللي فاتت. وبدأت بقى المشوار ان شاء الله ويكمل ان شاء الله على خير ان شاء الله. انا عارفه ان والدتك اهلاويه ووالدك زملكاوي، انت اقرب لوالدتك ولا لوالدك؟ لا من غير ضحك، والله بجد اقرب للاثنين والله. لا بجد انا سامع لك، كنت فيديو من قريب، ثواني بس ثواني، انا سامع لك فيديو وانا يعني بذاكرك النهارده، كنت بتقول طبعا الفرقتين فرق كبار جدا، يعني اي واحد حلمه ينضم للاهلي النهارده او الزمالك، بس طبعا اكيد كل واحد ليه ميول، انت ميولك احمر ولا ابيض؟ بصراحه ده كلام مش ما بيزعلش حد يعني. لا ما يزعلش، وانتوا بينكم بين بعض اكيد اكيد عارفين يعني، كل يعني بينكم بين بعض انتماءاتكم معروفه يعني. الفكره ان انت دلوقتي في عهد احتراف، فانت ما تقدرش، انت ممكن تطلع تقول مثلا انا ما بتكلمش على الاحتراف، جاي لك دلوقتي على الاحتراف، عن لا هنتكلم. انا بتكلم في قصه ان احنا دلوقتي في لعيبه كتير في الاهلي ممكن تروح الزمالك، في لعيبه كتير من الزمالك ممكن تروح للاهلي، وممكن يكون انتمائها في الاول وفي الاخر ولا ممكن يكون انتمائها للزمالك وبتلعب في الاهلي، ممكن تكون انتمائها للاهلي وبتلعب في الزمالك. هي القصه ان انت دلوقتي اتحطيت في موقف، اتحطيت في حاجه ما تقدرش تعلن عن ميولك خلاص، اللي هو انت دلوقتي لاعب محترف، فانت اتوكدت في المكان زي النادي الاهلي او نادي الزمالك، فده نادي كبير والشرف للواحد ان هو يكون فيه اذا كان هنا او هنا طبعا. انت الزمالك كان الموسم اللي فات عرض عليك بشكل رسمي، يعني طلبك بشكل رسمي، الصفقه دي ليه ما تمتش؟ هو الموسم اللي فات بصراحه كان قبل ما اروح انبي اساسا، كابتن طارق السيد كان مرشحني للاستاذ امير والمستشار مرتضى، وكان الموضوع يعني في سن الجديه، بعد كده الموضوع وقف مع سن الجديه يعني، بعد كده كان ممكن يحصل، بس برضو ما اعرفش ايه اللي حصل، ممكن كان التخوف ان انت لا ما تقلقش بعد كده، ما تقلقش ايه اللي حصل. ما هو الفكره كلها ان هو الموضوع ما اتقفلش، الموضوع كان طلع ان هو فضل مفتوح بعد ما رحت انبي ولعبت نص موسم مع انبي، وجي في شهر واحد برضو اتقال لي ان اللي الناس عايزينك بس مشكله القيد والكلام ده كله، ففضلنا مستنيين، برضو جينا في اخر الموسم برضو الناس برضو اتكلمت بس مشكله الكيد برضو، فهو مشكله الكيد ممكن تكون هي مشكله الكيد، ما تكونش مشكله فنيه او حاجه، ممكن تكون هي كانت مشكله الكيد بس. طيب السنه دي في حاجه جات لك؟ انا لان برضو سامعه كلام كده من ناحيه الاهلي، الاهلي بيدور على مدافع. والله انا مفيش حد تواصل معاك؟ انا حاليا كل اللي عرفته حتى من طريق النادي ان كل الحاجه عن طريق وكلاء، انما حاجه رسمي مفيش. لا محدش تواصل معاك بشكل مباشر؟ هو وكلاء بس، يعني هو كل الكلام ان انت مثلا الفريق السكاوتنج بتاع النادي الاهلي الناس مرشحينك ان انت بتبقى موجود والكلام ده كله،
برضو هكذا في نادي الزمالك ان انت برضو بنسبه كبيره ممكن تبقى موجود. فاللي هو كله الكلام لسه ما دخلش في الجديه لان لسه برضو شهر واحد لسه ما قربت كمان يعني. صح. ممكن في اول 12 في نص 12 ممكن الموضوع يبقى فيه جديه اكتر. صح صح. انت خلينا يعني احنا اولاد النهارده ونرجع لإنبي، عايز اعرف انت طموحك ايه ككالوشة مع إنبي الموسم ده؟ الموسم ده ان شاء الله احنا يعني احنا متعهدين على نفسنا وان احنا بنفكر ان احنا نفنش في مكان كويس يليق بينا ويليق بنادي إنبي ويليق باللعيبه اللي موجوده، لان اللعيبه اللي موجوده بجد كلها لعيبه كبيره وان شاء الله هيبقى ليها يعني السنه دي بالذات هيبقى فيه كام لعيب ان شاء الله هيكسر الدنيا ان شاء الله. واحنا برضو عندنا طموح كبير ان احنا ليه ما نفنش في اول اربعه ونبقى نعمل حاجه كبيره. وبرضو ككالوش انا نفسي ان انا احط نادي إنبي في مكانه كويسه، حتى لما تيجي تمشي من النادي ربنا كرمك ورحت مكان اكبر يبقى انت ماشي والناس كلها شايفاك ان انت حاجه كبيره وان انت عملت حاجه حلوه والناس تفتكرك بيها بعد كده. انت مين مثلك الاعلى اصلا؟ فين؟ في مصر؟ في الكوره. ولا بره؟ خلينا نتكلم محلي الاول بعد كده نسالك عالمي. يعني في مصر في بتاع اربعه خمسه ما حدش يختلف عليهم، ان انت طبعا لازم في المكان ده لازم تذكرهم او تتعلم منهم. برضو كانوا في المكان ده يعني انا عرفتهم وتابعتهم وشفت منهم ناس وفي ناس ما شفتهمش. يعني مثلا كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن هاني سعيد، كابتن وائل جمعه، كابتن ابراهيم سعيد طبعا، كابتن هاني رمزي، يعني كابتن محمود فتح الله. في ناس ما ينفعش ان انت تبقى في المكان ده وما تذكرش اساميها اساسا. بس انت في الدوري الحالي اكيد بتتابع اسماء الجيل الحالي، بتشوف مين نفسك تلعب جنبه؟ هي دي كمان ده سؤال محرج؟ لا مش يعني انا مثلا الناس عندي في البيت والكلام ده كله وحتى زمايلي برضو بيتكلموا معايا في نقطه ان انت احنا شايفينك لو لعبت جنب عبد المنعم هتعمل حاجه كويسه وحاجه محترمه، ان انت لو لعبت جنب فلان ممكن تعمل حاجه محترمه. فهي الناس هي اللي بتقرر ان انت ممكن تبقى الثنائيه تبقى مين، ولا تبقى انت ومين تعملوا حاجه حلوه، تبقى انت نفسك تلعب جنب مين. ده طبعا انت دي حاجه بتبقى ممكن انا ومثلا وعبد المنعم يبقى في المنتخب نلعب جنب بعض مثلا، اللي هي قصه انت والونش انت يعني. هي بتبقى قصه في الاول وفي الاخر هي بتبقى غصب. طبعا اللي هتقول ونش عشان ما حدش يقول ده عايز يروح الاهلي. لا على مستوى المنتخب نفسك تكون جنب حد، تلعب جنب حد معين؟ المنتخب؟ عبد المنعم طبعا. هو الراجل دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني حاجه محترمه وحاجه يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه الفتره اللي جايه دي كمان هيبقى ان شاء الله يبقى ليه مكان كبير ان شاء الله يليق بيه. ان شاء الله ان شاء الله. على المستوى العالمي مين بقى؟ راموس. مفيش غيره. بتفكر في الاحتراف اصلا يا كالوشا؟ طبعا. يعني انا نفسي يعني انا ككالوشا انا نفسي ان شاء الله ان شاء الله اجتهد اكتر الماتشات اللي جايه دي وابقى ان شاء الله ان شاء الله موجود في البطوله بتاعت افريقيا. لا ده حق مشروع لكل لاعب، ومن البطوله دي الله اعلم ممكن ان ربنا يكرم وتبقى بدل بقى ما انت بتدور ان انت تبقى في مكان كبير زي نادي الاهلي او نادي الزمالك تبقى محترف بره. تبقى محترف بره، بس ده برضو بيتوقف على العقليه، عقليه اللاعب، لان طبعا. احنا بنشوف نجوم كتيره جدا بتسافر بره وبترجع بسرعه جدا، ما بتعرفش تتاقلم، ما بتعرفش يمكن عامل اللغه بيخلي موضوع رجوعهم اسرع. انت بتشوف المشكله فين؟ انا بشوف المشكله ان هي في العقليه في الاول وفي الاخر، في العقليه. انت ممكن تضحي بحاجات كتير في سبيل ان انت تبقى موجود وان انت يبقى اسمك محترف وان انت ربنا يكرمك بالتضحيه اللي انت بتضحيها ان انت توصل لمكانه كبيره. كابتن محمد صلاح مثلا، وكابتن محمد صلاح وصل ازاي؟ عافر كتير ومثلا في نادي تشيلسي مشي ما كانش موفق وما كانش موجود وما كانش بياخد فرصته كامله، طلع بره ضحى كتير لحد ما وصل للمكان اللي هو فيها. ونني ومرموش ومصطفى طبعاً محمد طبعا يعني بتكلم برضو ان الناس بتضحي اكيد ضحي، عمره ما يوصل للمكان اللي هو وصل له غير لما يكون هو ضحى بحاجات كتير في سبيل ان هو يوصل للمكان اللي هو عايزه وان هو يحط نفسه في كادر للناس كلها شايفاه ان هو حاجه كبيره.
انت شايف نفسك لو ان شاء الله ربنا قدر لك واحترفت ممكن تلعب في اي دوري اجنبي، اسباني، انجليزي، الماني، في ايه؟ يعني هو كله طبعا بيحب الدوري الانجليزي، بس انا من عشاق الدوري الاسباني. فنفسك تحترف هناك؟ طبعا. انا بشكرك يا كالوشا جدا، كان نفسي العب معاك فقره واحد من اتنين الحقيقه، بس ان شاء الله دي متعوضه، وعدنا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لنجم ام بي الحالي كالوشا، وعايزين